رحمة باش عرفتيني جاية بوك اجي عندوي معاك وسيري ورحمة اجي عندوي معاك وسيري رحمة جيت للدور ما عطينيش وقت ما عنديش لقاء انا هادشي عارف عارف عليك من الخدمة عندك الزوافري انا دابا صافي غوزت الجواج شكون قال لك انا بغيت نتزوج انا كحمة قلبتي ديال القلب اش واقع ما وقع والو بعد مني عطيني اتصال ما عندي ما ندير بها التخربيق هاكا با بسم الله الله يرضى عليك بنيتي الله يفرجك بالرضا انظر بنيتي هاد الناس مهلين فيك مهلين فيك اي والله يرحم ليهم الوالدين وتهلاي فيهم بنيتي تنتيا مالكي مغبشه ما ماليش فين غادب ايوا انت عطيتيه الفلوس وبغيتيه يبقى معانا جيد كي ديري مع القرايه لاباس كتقراو مزيان اي ولا ما قراوش مزيان راه كيسينهم الشغل عند الناس بحالك عندكم الا ما خرجتوش غتبقاو جالسين في الدوار ما تخرجوش منه ما كرهتش انا نكون رجعت قدكم نبقى نقرا حتى تتسلى القرايه اختي رحمه قرا القرايه عمرها ما كتسالي اختي انا بغيت نرجع عليها هكا بنيتي كلي زداتي هكا سلام الله يرضي عليك ما يرضي عليك يا بنتي صافي نسيتي يا احمد داكشي اللي بيناتنا نسيت حتى انت نسى قلبك على شي وحده اخرى كما بان لك شي واحد اخر في المدينه ها كندوي معاك جاوبين بان لي واحد اخر في المدينه ومن بعد ياكتي كتفلي عليا واش عمرني قلت لك كنبغيك انت اللي ديما لاصق فيا انا لاصق فيك انا ياك تم نهار الاول باك عليا كنبغيك فين هو داكشي طار ودابا ما بقيتش كنبغيك مزيانه هادي ما فهم راسك ياك انا غنوريك الله يديك احمد واش ما كتفهمش ما بقيتش كنبغيك بعد مني وكنفهم دونا ما تخيسنيش ما تخيسنيش بعد مني واو فهم راسك مين تخيش عيني ديال النفس شويه ديال النفس شويه ديال النفس انا بخاف فيك ماشي هو انا عبد العالي بلاتي بغيت كتشوف ليا بالنسبه للمساحات الخضراء واش نزيد شويه سي سوفيزون هادشي اللي كتشوف باش كوا كي فوا اجيتي بلوس دو فيردور جرات هنايا دوبور دو لا بيسين مي سي دو لونسومبل سي با مال با مال داكوغ ميرسي اجي بعدا بغيت نسولك دابا اسمها تبارك الله تخرجت غادي تجيبها لعندك هنا مازال باقي ساكن غير مصاري هي وهي دبرت على شي خدمه بعدا انت سي كريم كون دبرت كون رانا كنعرفو فين المشكل كنعرف واش تجوج باش تسكن باش تاتت خاصك منين صحه ايوا سي غير بشويه عليك يلاه بديتي عاد قلتي بسم الله ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله قدام
الله يسخر. شكرا. الله يسخر. الله يسخر. مزيان زكريا الكلاس وصية تاع اتلانتيك كملتها في لاسيزي؟ صافي. ولا طبيعة ديال سي عبد الرزاق واجدة؟ حتى هي راه وجدتها هي حدايا. صافي مزيان تبارك الله عليك. إلا بقات شي حاجة تا غدا وكملها. صافي نهار بقاو ليا غير واحد دو زيكريتور وغادي نمشي. سي بون. فبسبب انهيار الاقتصاد تنهار البنية الاجتماعية. بغات تقول لي كيفاش؟ لان بدون اقتصاد ما كاين والو. فالتكوين الطبيعي لاي بلد هو تكوين طبقة وسطى عريضة. كيف ذلك؟ طبقة وسطى هي طبقة ميسورة نسبيا، ماشي غنية وماشي فقيرة. لهذا خروج. الو 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 وين رحمة؟ الو حميد مالك رحمة مسافية واش ما فطراش مزيان ولا فين انت دابا؟ باين لي تدخلي وتخرجي في الهضرة، واش كاين شي مشكل؟ لا ما نقدرش نقول لك هادشي في التليفون. وعلاش معيطة لي ميما تقولي والو راه شوشتيني؟ حتى تجي ونهضرو. الو 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 رحمة الو وي رحيمو الو زكريا ياك لاباس بالقطعه تعاود عيطي ليا ياك مابسطك على خدمتك لا ماشي مشكل انا طالقتيني خرجت من الخدمه وغادي ندوز نقضي واحد الغرض وندوز نشوف دراري ما عرفتش شنو نقولك مالك ياك لاباس كاين شي مشكل حتى تجيو نهضروا انا كنتسناك الو رحمة شوف دابا خدام خليت نجي للدار وقول لي داكشي اللي باغي تقول يلا سلام عليك ما لا شوف
خويا صاحبي اسكت شو واش بعدا باغي كيتسنانا ولا مشى انت اش كديري لا لا واش نبقى نهضر قدام الناس وصافي قلت لك ما تخطرها اما جول يلا قطعي غاتشوف فيك شكون تعطلتو راك عارف تراك كي دايره شنو بغا ندوزها جينا حتى لهنا ما نشربوش قهوه صاحبي يلا مرحبا موجد لنا حلايا واش نسيتو ولا شنو ويلا الحرير حتى هذا بلاك والله الا حشومه عليك اتوفيق كنا خليتينا نشربوا القهوه ديالنا دابا زيد اش من قهوه اجي اجي جاتني واحد الفكره اش بان لكم الا شدينا فرحنا واحد شويه شوف خليك توصل دير راسك سخفان وحنا هازين والله الا فكره واعره عندك انت اش من فكره واعره مشيش الا سخفتنا بصح نيت هي وراحنا بغينا نضحكوا معاها لا صعب ما نتصوراش عندنا شي فحالك اللي بان لك اخويا عيطت لي رحمة اليوم ما عرفت علاش انا عيطت لي حتى انا راه عيطت لي يمكن عندها شي مشكل الله يعطيك الصحة رحمة الحريره كانت معتبر هادشي عندك منين حتى انا راه ضربت شي ثلاثه والله ما قدرت نزيد وبارك عليكم الحريره خلي شويه الطاجين تبارك الله عليك رحيمه كلشي كتقنيه رحمه مالك كاين شي مشكل والو صافي الدراري نسد الله يخليك درنا الماتش رايكم بدا انا كيبان لي كون غادر تولينا شي فيلم حسن مالك رحمه ياك لاباس انا حامل رحمه نهضر بعقلي قلت لك تحمل باش عرفتيها تحليله على هاد الايامات كامله وانت ماشي هاديك ملي انت حامل هي على هاد الحساب ضروري تكون عندك علاقه مع شي حد عندي علاقه مع شي واحد انا عارفه شكون هو الا كنتي عارفه سيري قلبي عليه واخا انا نمشي للكوميساريه ونقلب عليه رحمه الدراري رحمه ما دوناش معها قليل يلا نهضروا معاها نشوفوا كيفاش نقدروا نعاونوها رحمه بلاتي شو واقع باش نقدروا نعاونوك شكون هاد الفعل هذا الشريط في غدا انا شوف لا ممنوع ممنوع انا شوف الله يحفظك الشاف الله يحفظك الشاف انا شوف الله اشوف ولد عافاك خليل خليل اخلي اخلي جا يسلف شويه الله جا شويه الله من لا لا ياك لاباس عافاك الشاف بغيت نشوف ولدي عافاك الشاف انا مزوقه فيك بغيت نشوف ولدي على حول البحر على حول البحر انت اخر مره شفتيه الشهر هذه عافاك ولدي شحال عندهم من عام ولدك 21 عام انا مزوقه فيك ولدي خليني نشوف انا مزوقه فيك لا لا الله يحفظك اولدي خليني نشوف هذيك الجوته اللي لهيه ديال البنت ماشي ديال الولد لا ولدي خليني نشوف عافاك الله يهديك عافاك اولدي
اسمعيني شويه، هذيك الجثه ديال البنت، ولدك ان شاء الله عايش. الله يطمنك بالخير اولدي، الله يطمنك بالخير. علمتي بيه ولا مازال؟ لا مازال. دوزي عندنا باش تعلمي. خالد انت واحد ما يفوتك. اجي اجي الشريفه حيدي لي. او بزاف والله الا حرام. حرام هادشي. او كل نهار. مالك عاوتاني باقي ملاهي بيه؟ شوف شحال متبرقي عاد دابا في راسي. ويلي حنا العيالة اش دار فينا طيح الشعر؟ عساك انت. بابا بابا التليفون. زعما اليوم الحد ما يقيلوكش فيه؟ الا كانت الخدمة بابا بلا ما تجاوبي قلتي لي توصلني للعصار. ابنتي باباك هو الكوميسير فريد، الا قال لك غادي يوصلك غادي يوصلك. الو؟ ها؟ واخا واخا انا جاي. عاوتاني الخدمة ما غتوصلنيش للعصار. بنتي ما بقيتيش في طريقي، شوفي ماماك توصلك. عطيني لافيس ديالي. كديروا لي هكذا بحال انا كنقول الناس ديروا الجرائم ديالكم نهار الحد. وراه هاد الاعصاب ديالك هي اللي مطيحه لك الشعر. لا هي اللي كطيح لي كلشي. غتمشي من هنا حتى توصلني. بنتي ما عنديش الوقت، حيدي. ما تبقايش تضحكي لي بحال هكذا. يلا. سي عفاك شوف لي شي دوك. بنتي شحال غتبقاي في السبور؟ دوزوغ. انا ما نقدرش نجي موراك. ها ورجع بابا شويه اليوم الكريم، بقينا كاع كنشوفو. دابا هذا الكلام ديالك ولا ماما؟ رمي هذيك لما شبيت العلم من غنشبه. فريزه الله. يلا بسلامه بنتي. ما تنساش تشوفني كلب. ما عنديش الوقت. ايدي مين وراه هكذا باش كنتعصب بنتي؟ واش انا كنقول لك ما عنديش الوقت كتقول لي دخل معايا غير 10 مينوت؟ راه هكذا باش كيطيح لي الشعر. هذيك الطاك هي اللي كدير هي اللي كطيح لك الشعر. شتي؟ قلت لك كتشبه الماء. يلا بسلامة. اجي يا روان ما نزيدي والو. يلا الله يعاون. اليوم الحد غيكون طالع له الزعف. واحد الساعة نفلت كل الجوق ثلاثين عاد تحدى الخدمة. يا انت ما كتعرفوش يا شفيق، الشاف ديالنا كيموت على هاد الجرائم هادو. الله ما يتعاتق. يلا يلا حسن سبحان الله. اش كاين؟ جوتها ديال واحد المرأة غرقات في الواد وغالبا وحدات لتحت في الغيس. ما عندكمش شي مذكرة باختفاء شي بنت؟ لا كاينة، هذه واحد الشهر كنعقل جا واحد السيد ديكلارا باختفاء ديال بنته. دكتور عباس. مساك بخير وخا نشوف. اش بان لك؟ كيما شفتوا الامر كيتعلق بالجثه ديال انثى تكون في العشرينيات من عمرها. غالبا غتكون تقتلات قبل ما تلح في الواد. واخا وشحال تقريبا بقات في الواد؟ ما يمكنش لنا نعرفوا بدقه قبل التشريح. ولكن غادي تكون ما بين 20 يوم حتى شهر. 20 حتى شهر. واخا واخا يمكن لكم تهزوها. يا دكتوره ما كاينش شي اثار ديال شي اعتداءات عليها. حتى هادشي سابق للاوان. اتصل ولكن ما قالش السميه ديالو وما باش الرقم ديالو. انا بالي له واحد صياد سير شوفو راه راه اللور عند القصبه ديالو. سير. واخا نعم السي انا مشيت. اش كدير هنا؟ غير كنشوف اسيري. وعلاش مخبي؟ حيت انا اللي علمت البوليس. انت اللي عيطتي؟ يا سيدي. علاش ما بيتيش الرقم ديالك وما قلتيش السميه؟ وخلت لنا نجي للكوميساريه. التعريف ديالك. واخا ها هي سيدي. غدا ان شاء الله غدوز عندنا المركز ديال الشرطه. عندك ما تجيش؟ لا نجي الشاف. يلا زمع لي قلوعك. يلا واخا سيدي. تحرك من هنا. ها انا سيدي.
ما عرفت فكرت ناسيونال واحد صندالة ويمكن شي بسطام ولا شي حاجه. واخا وشحال ديال نجوم هنا وشحال الوقت؟ لا انا راه كيبان لي هذه الزنقه داكشي اللي كاين هنا. شوف شحال عندك تما. خلا هي هادي. اجي اجي فين هي دار العياشي؟ هنا عياشي الدار اللي من بعد شنو هذيك الثانيه. شكرا. بنتي كاين باباك ولا ماماك؟ كاين غير با. كلمي با. شكون يا سيدي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. شريف واش انت هو بوط رحمة؟ انا هو بوط رحمة. بوط رحمة لا هو بوط رحمة سيدي. عمرة لقيتوها؟ لقيتوها؟ ها؟ واش ماتت؟ ورا لقيناها ولكن الله لا شريف كاين هنا واحد السلسلة شوف واش ديال بنتك. لا سيدي ما عمرني شفت هاد السلسلة. واش ماشي ديالها ولا غير انت ما عمرك رديتي بالك؟ ممكن ما عمرني رديت بالي، ربما ما شفتهاش. وهاد البزطام؟ وهاد البزطام ديالها. البزطام ديالها متأكد بلي هاد البزطام ديالها سيدي. ولكن حنا تأكدنا من البصمات ومن لاكارت هي كاين وحتى من التصويرة. رحمة بن دريس العياشي. واخا الحاج دابا آخر مرة شفتي بنتك فوقاش؟ على عين شهر أسيدي وجاو عندي الناس اللي كانت خدامة عندهم وعلموني وقالوا لي بلي رحمة اللي خرجت ما عدتش رجعت ورا خلات شي حوايج ديالها عندهم. نأكدوا واش اتصلوا بك بالتليفون ولا جاو لعندك خبروك؟ لا يتصلوا بي أسيدي. يتصلوا بي. واش درتي أنت منين اتصلوا بك؟ مشيت لعندهم. وقعدت معاهم وتذاكرنا ونصحوني باش نمشي نعيم البوليس. هما اللي قالوا لك تشوف البوليس؟ هما اللي قالوا يا سيدي نشوف البوليس. هادشي كاين اسي. هاد الناس كتعرفهم شنو سميتهم وفاش خدامين؟ هما سيدي ثلاثة. مهندس. واحد سميتو حميد. أستاذ. واحد خدام شي شركة ما بقيتش عاقل على سميتو سيدي. ما بقيتش عاقل على سميتو. ما عرفتي لا سميتو ولا سميت الشركة؟ لا سميتو ولا سميت الشركة سيدي. دابا بنتك سيدي خدامة مع ثلاثة ديال العزارة. واش عندكم معاهم شي علاقة قديمة كتعرفوهم شي معرفة ولا؟ لا سيدي ما عندنا حتى شي علاقة معاهم. اللي بغى يقولوا هو كيفاش بنت خدامة عند ثلاثة ديال العزارة وما كتعرفوهم ما والو؟ شوية غريبة. نعم ولكن كانت ساكنة معاهم وعطينا البوليس ديالها ومحترمينها وما عمرها تشكات من شي حد منهم. ما عمرها تشكات من شي حد منهم. ما عمرها تشكات ليك ولا ما عمرها تشكات لماماها ولا؟ ما عمرها تشكات لماماها ولا حتى لشي حد. نعم سيدي. ما عمرها تشكات حتى لشي حد سيدي. ما كان عندها حتى شي علاقة ولا كتعرف شي واحد؟ كان تتعرف واحد السيد تعيطوا له عبد العالي. اش كيدير؟ بناي. وكان خطبها للزواج ولكن ما عمرها بغات تجوج به. واش خطبها ولا غير كان باغي يخطبها وهي ما قبلاتش؟ هي ما قبلاتش اسيدي ما عمرها بغات تجوج به اسيدي. هذا الشيء قديم ولا غير جديد؟ غير حاليا غير ماشي قديم بزاف.
ماشي قديم بزاف. واخا غنشوف هاديك التسويرة. تبان ظريفة مسكينة. ياسر واخا الشريف اسمح لنا ودابا غادي يوصلوا معاك ولا عرفنا شي جديد راه غادي نتصلوا بك. واخا سيدي شكرا والبركة في راسكم. بركة في راسك. تفضل معايا سيدي. تفضل معايا. يلا عاود ليا كيفاش تلقيتي الجوده؟ اشدي انا كنت نصيد قبطت لي السناره بشي حاجه تحبلي شي حوته كبيره ملي مشيت نلقى بنادم ميت اسيدي وانا نتصل بكم. وعلاش ملي اتصلتي بينا ما قلتي السميه ديالك؟ ايوا خفت اسيدي. خفتي؟ موالف كتصيد ديما تما وهادي سنين. منين شفتي هاد الجوده؟ كنتي بوحدك ولا كان معك شي حد؟ لا انا خاطيني البشر انا ديما بوحدي. فايتي مضيفينك عندنا ياك؟ ايوا كنت مبلي ودابا عفا عليا الله سيدي. هي الجامع القصبه القصبه الجامع هذاك الشيء. علاش ما بغيتيش تقول السميه ديالك؟ حيت فايت مشدود. ايوا سيدي انا خبت وكتعرف اللي عنده سوابق كاع ما تيثيقوا به الناس. واخ انا غادي نثق فيك ولكن غنديرو انا وياك واحد الحاجه. الا فراسك شي حاجه ولا سمعتي شي حاجه ولا شي حاجه بغيتي تقولها اجي عندي ديريكت. غتسول على فريد العميد. فريد شنو سميتي؟ العميد فريد. نعم اسيدي دابا غير نمشي بحالي. سير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكون نتوما؟ بوليس. ماشي هنا فين كيسكن توفيق وحميد سميتو هذاك الاخر؟ وزكريا. اييه. كانوا هنا ولكن حميد وزكريا رحلوا. اللي بقى هنا هو توفيق. شكون انت؟ انا الخطيبه توفيق. ودابا مراته. الاسبوع اللي فات ضربنا الصداق وان شاء الله في الصيف غنديروا العرس. مبروك الله يكمل بخير. نقدروا نهضروا معك شويه لداخل؟ واش نقدروا نهضروا معك شويه لداخل؟ تفضل اسيدي. الحقيقة أنا ما عارفة والو. بقات فيا مسكينة واخا ما عملني شتا. وزعما انتي عمرك ما جيتي هاد الدار من قبل؟ جيت مرة وحدة ولكن ما كانتش هي هنا. زيدون توفيق كل ويكاند كيجي القنيطرة وكنتلاقاو تما. عائلتي وعائلتو في حومة وحدة. وتوفيق ما قالكش بالله رحمة غبرات ما بقاتش بنت؟ قالي بأنها مشات وما علماتهمش وعيطوا لباها مشى ديكلارا في الكوميسارية. شناهي اخر مره جيتي لهاد الدار هادي؟ انا مازال ما ساكناش رسميا هنا. حنا يلاه ضربنا صداق كيف قلت لكم وصحاب توفيق بغاو يخليو لي هاد الدار ومشاو كراو في بلاصه اخرى. دابا صحاب توفيق اللي بغاو يخليو لي هاد الدار وانتم ضربتوا الصداق فجاه ترح من ماتت ياك؟ انا في الحقيقه ما عارفه والو. سولهم هما. ما عارفه والو. مشيو تنبان نتصلوا بك. الو توفيق. اسمع. في المكتب شي حاجه؟ رجعوا عندي شي بوليس للدار بداو كيسولوني على الخدام اللي كانت عندكم. اش قلتي لهم؟ قلت لهم ما عارفه والو. داكوغ يلا بسلامه عليك.
زعما صومك في غادي؟ عندي واحد السيد علينا شاف. شوف ديرو الاول على اليمين. ها هو الله يرحمه ولي. لا زيد زيد سيد العماد. اش كاين؟ واحد السيد سميتو عبد العالي باش نخليه يدخل ولا يتسنى بلاتي. عيط له عيط له. جلس. عبد العالي ياك؟ اه هو هذا العماد سيدي. شفت البطاقة ديالك؟ لاكار. اه. منين جا؟ عندنا واحد خويا فعال. اه يلا ارى ما عندك. ها ما عندي والو الشاف ما هز والو. واش عارف على السيد عينك؟ لا رحمه اخر مره شفتيها فوقاش شي شهر تقريبا شفتها. ايوا زيد واش دابا غادي نبداو نتهجاو ولا شنو؟ صافي هذاك الشيء اللي في راسك راه عارفينو حسن يجي من عندك تلقني دقه وحده ما كاينش نديرو هذاك الشيء للبوليس سؤال جواب. ما سيش حتى شي شهر في الدوار بقيت تابعها بموطور عيت فيها ما بقاتش خدام مع دوك العزيره في المدينه ضربات فيا وزاد. ما بغاش تسمع كلامك. لا لا ماسي انت عبد العالي كنت كتبغيها ياك؟ كنت كنبغيها انا بس. ما حيت باها قال لي راه كنتي ناوي تخطبها ونزوج بها كاع انا ماسي ولكن شنو؟ ما كتبش. والله الا فهمتك. صعيبة واحد بنفسه كيكون كيبغي شي وحده من قلبه وما كتبغيش حتى تسمع ليه هضرته سختو الا كانت خدامه في الدار ديال العزار اصاحبي وما تبغيش تسمعك تلقاك تعصبتي ضربتيها قتلتيها هو دابا اللي عطى الله عطاه. راح ما ماتت نعم السي والله ما قتلتها بالله اقسم لك يمين الله ما قتلتها. دابا ما فراسكش باللي هي ميته بيناتنا. والله ما فراسي نعم السي. واش بصح ماتت؟ واخ ما عاودتيش شفتيها مور هذيك النهار؟ والله ما عاود شفتها. ولاش كتحلف؟ عم ولف. شنو اللي مولف؟ نحلف. الدار اللي كانت خدامه فيها كتعرفها؟ كتعرفها كتعرفها؟ شويه. كيفاش شويه؟ كنعرف الحومه وليني الدار ما كنعرفهاش. دابا واش بالك انا ديال الضحك؟ كيفاش كنعرفها وما كنعرفهاش؟ كنعرفها شويه. حسن سير سير حسن هبطوا تيتفكر على سير سير تتفكر تا تفلا كنعرف الدار حيت واحد المره جيت عندها من المغامره ما بغاتش في الحومه وسولت قالوا لي ها هي الدار عيت من دق خرج عندي السيد قال لي ها شغل صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي عندك واش انت تفكر هبطوا قلت لك كلشي هادشي صافي هبط سير تفكر واجي قال هبطني وما درت والو سير زيد قدامي حط الموطو ديالي الشاف عندك ديو ليا في البشر يلا الكليون بغى لا ريسبسيون تكون واسعه على هكذا السي توفيق مالك بغاها بحال البلان القديم اه داكشي اللي كاين بونجور بونجور سي توفيق كاين هنا وي كاين سي توفيق سي توفيق السلام عليكم سلام سلام توفيق هو هذا تفضلوا مرحبا تفضل لا 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 خلينا واقفين عرفتينا شكون حنا ياك بلاشك غادي تكون البوليس المدام عيطات ليا قالت لي بلي راه جيتو كتسولو على رحمه اللي كتخدم عندنا رحمه
رحمة لقيناها مقتولة ومرمية في الواد. مسكينة. شكون غيكون قتلها؟ في نظرك السي توفيق، شكون اللي غيكون قتلها؟ الله أعلم، أنا اللي عارف هو أن رحمة كانت بحال ختنا وكنا مهلين فيها. وهاد اللي مهلين فيها وحاسبينها بحال ختكم، ما قلقها حتى واحد نهار خرجات عندها شي مشكل في الدار، شي تليفون جا على غفلة، ما لاحتي والو. لا، ولكن تقدر تسولوا حميد وزكريا يقدروا يفيدوكم في هاد القضية. حميد وزكريا. سي توفيق، أنا واحد الحاجة ما تفهمتش ليا، وبانت ليا بزاف على الصدفة. كيفاش فكرتوا أنكم تفرقوا بمجرد ما اختفت رحمة؟ وعلى حسب ما سولنا مرتك ولا خطيبتك، قالت لنا يلاه التحقات بيك، وحتى صحابك يلاه رحلوا. شي حاجة ماشي هي هذيك. لا، نورمالمون الاتفاق على أساس أن صحابي غيرحلوا كان مقرر شحال هذي، حيت الدار كيف كتعرفوا مكرية بسميتي. وقلت لهم نهار غادي تبغي المدام تجي خاصكم تدبروا على راسكم. واخا سي توفيق، شكرا. انت ماشي فين؟ ماشي اللي بغيناك نعيطوا لك. مرحبا. كايناش دار لك فيه؟ شنو غيدار لي؟ دري بوكوس وصغير ومهندس ومجوج وحدة زوينة، سعدات اللي يقرا شي بحال هادو هما اللي كيخلعوني انايا. الو حميد، معك زكريا؟ شوف راه البوليس دازو عندي، راه ابارامون قال لك لقاو ديك رحمه مسكينه الله يرحمها، لقاو الجوته ديالها في الواد. 100% غيسولكم. يلا خليك على خير. اسعدت العميد. احنا في الطريق لعندو. واخ باش ما كان نعلمك اي جديد عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون نتوما خويا؟ اليوم بنيتك زعما عرفتينا شكون حنا. يلا عيط لي توفيق. نقدر ندخلو؟ تفضلوا. زيد نقلع زيد. قول لي أستاذ، شنو المادة كتقري أنت؟ تاريخ وجغرافيا. شنو؟ تاريخ وجغرافيا. فكرتيني في صغري. فاش كنت كنقرا كنت كنحماق على التاريخ والجغرافيا، خصوصا التاريخ القديم. توفيق فاش عيط لك قال لك حنا جايين، وانت بقيتي كتسنانا، ما قالش لك مع رحمه؟ قالها لي توفيق، ولكن انا ما متيقش. واش متاكدين بلي هي؟ على حسب ما قال لينا باها بلي نتوما اللي رشتوه باش يديكلاري بنته. كاينه هاد الهضره ولا لا؟ بصح انا مشيت معاه برجلي حتى لباب الكوميساري. وهي جمعت حوايجها فاش كانت خارجه، اذا كانت معاه ولا تمشي؟ كانت باغا تمشي. فاش مشات من الدار ما لقيتوش شي حاجه مشات ولا تسرقات؟ من بعد ما مشات اكتشفنا ان دات مع المصروف ديال الاسبوع. شحال؟ ماشي شي حاجه كثير. شحال؟ 700 درهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. زكريا ياك؟ اييه. جلس. هاد الناس البوليس لقاو رحمه مقتوله ومرميه في الواد. ويلي ما يمكنش. شنو دابا حنا كنتفلاو؟ راه قال لك السيد لقينا رحمه مرميه في الواد. انت واش عندك شي معلومات تفيدنا بها ولا والو؟ مسكينه رحمه بقات فيا. بقات فيه. زيد
جلسوا جلسوا. واش في خباركم؟ حنا غير كندورو في الخوا، راه ما عندنا حتى شي حاجه صحيحه. ها الخوا مازال عندنا عبد العلي تحت الحراسه النظريه، غنعصرو تنخرج منه شي حاجه. انا كيتبان لي القضيه فيها بزاف ديال الخيوط، حتى هاد الصحاب كيخصنا باقي نطبخوهم مزيان. شوف الصحاب كنعرفوا لي زادريس ديالهم والخدمه ديالهم، الا بغيناهم غنستدعيوهم. ايه ولكن الطريقه اللي تفرقوا بها مباشره من ماتت رحمه في شكل كاين شي حاجه مشي هذيك. حتى هذاك هذاك المهندس اللي سميتو توفيق، يلاه مات البنت نتزوج وسكن معاها في نفس الاسبوع. سمعني سمعني، دابا عبد الرحمن فين لقيناها؟ لقيناها في الواد. ايوا كيفاش تجات تما؟ شي واحد لاحها وكيفاش وصلها؟ طوموبيل. ما هزاش على كتابه، ما ياخذش طاكسي. طبيعة الحال. عبد العلي شنو عنده؟ عنده موتور. وغايزيبها في موتور؟ ايوا ولكن حتى الصحاب ثلاثة حتى واحد فيهم عنده طوموبيل. على داكشي انا. الو؟ نعم؟ نسيت والله الا نسيت. واخ انا غنجي، انا جاي. شوف لقاو لي بيست وحدين اخرين اللي في يدينا، راه في يدينا، راه خصنا نجمعوا هاد القضيه، ما نبقاوش مشتتين، راه عليا الضغط. يلا سالي وسدوا الباب. شي حاجه شريه؟ غنسولك الله يخليك. كله شحال هادي باش شعرك بدا كيطيح بحال هكذا؟ كان عندي داك 18 عام. وشحال هادي وانت كداوي عليه؟ هادي شي عامين. عامين وانت كتجي عند هاد الطبيبه وبحال هكذا باقي؟ لا لا لا، عامين كنت كنداوي بالاعشاب، دابا عاد نصحوني بهاد الطبيبه هادي وانا نمشي. مزيان طبيبه احسن. سي فريد الغربي؟ عافاك ما تحركش، غادي ناخذ واحد العينه صغيره. ما تحركش عافاك، ما تخافش. ضروري ضروري حيت خصني نصيفطها للمختبر. غير وحده عافاك. ناخذ واحد الصوره. ما تحركش دابا. مناش هادشي؟ مناش؟ شو تساقط الشعر عنده أسباب كثيرة وأصعبها هو العامل الوراثي. ولكن مادام تهزي، أنا الوالد ديالي مازال عايش وشعره حتى لهنا. آخر الدراسات العلمية كتقول باللي الصلع كيتورث من جهة الأم ماشي من جهة الأب، يعني إلا كان الجد من الأم ديالك صلع تقدر تورث الصلع. أي مالك؟ جدي صلع. ماشي مشكل، الطب عنده الحل لكل مشاكل. اجي معايا سيدي. غادي دير لي عافاك هاد التحاليل وتجيبهم لي في اقرب وقت، وغادي نعطيك واحد لو تريتمون ساهل، شامبوان خفيف، واحد لا لوسيون، ويان سيروم. ماشي هذاك اللي جربتك المره؟ لا هذا واحد اخر. دابا دكتورة ما فيهاش، الا جدي من جهه الوالده صلاح حتى انا نصلح. كيف ما قلت لك الطب عنده بزاف ديال الحلول وكيتقدم، ان شاء الله يكون خير. دابا غير دير لي التحاليل واجي عندي في اقرب وقت. واخ سمحي لي. شكرا. مع السلامه. واحد. شكرا. ساليتي ولا مازال؟ ساليتي. دابا مزيان. شوف هو قالك الفو تخي بيان ابليكي. ويلي ويلي ولاو عندي جزر الكنار هنايا. يا سيدي انا قابلة عليك، وخا يوليو عندك جزر الوقوق تما. المشكل انا ما قابلش على راسي. دابا ينوض لك الشعر. ايه شكون اللي يقول انا ملي كنت صغير كانوا كيعيطوا لي غير الشينوي.
بابا واحد الدري كان كيقرا معانا حتى هو كنا كنعيطوا ليه الشيمي. هو شعره طويل بحالي؟ لا عيني ديني بحالك. سيري البيت كديها في قرايتك. كنت فيش معك ماما، كنت في مع بابا. هضر معاها تمشي لبيتها بنتي. صافي يلا سيري لبيتك، سمعي كلام ماماك. وهادي ولات عندي بحال الشريكة. زينب البنت في المراهقة دوسمو. عرفتي قريت في واحد المجلة قال لك الرجال كاملين اللي كيطيح لهم الشعر وكيصلعوا كيوليو ظريفين مع عيالاتهم. لا لا انا ماشي نولي غير ظريف، نولي خريف غير بقى ليا شعري. ها شوف زوين دابا هكذا. واشف واشف عندك يديو لي الموطور ديالي. واشف الله يرحم لكم الوالدين، غير هو باش خدام. اللي عند والدي أخوتها بقات فيه مسكينة. مسكينة، ولكن اللي بغيت نعرف علاش البولي جاو كيبحثوا معاكم. هادي السيدة غاتا غبرات وما تنسيش بلي راه كانت خدامة عندنا، سي نورمال يجيو يبحثوا معنا. قلتي ليا لقاوها مقتولة ومرمية في الواد. دكتورة سمح لي بزاف كنبسل عليك. لا ماشي مشكل، جيت بغيت نعرف الجديد ديال هذيك البنت اللي لقيناها في الواد. رسلنا هاد الصباح تقرير الوكيل الملك، البنت كانت حاملة. حاملة؟ إذن هذا عنصر جديد في القضية. عنصر مهم حيت يقدر يكون هو الدافع الرئيسي للقتل. واخ سمح لي بزاف. ماشي مشكل. ميرسي. حاجة أخرى، الحمل كان عنده تقريباً 3 شهور. شكراً. دكتور شي حاجه ما طاحتناش على البال كاع. واخ نشوفو ونكملو. واش هو اللي عيط لك؟ عيط لي راه كاين شي مستجد وقيله. يلا راك غيكون. زيد تفضل قصوا قصوا. غادي نقول لكم واحد الخبر غادي يفاجئكم بحال اللي فاجئني.
هاد رحمه كانت حامله بحال الخدمه كاع اللي درناها نعاودوها من الزيرو. انا ساعدت العميد كتب لي القضيه باينه، دابا هذا اللي قتلها هو اللي غيكون حملها. وضح. دابا هي حملات منه، مشات قالتها لي خاف لا تفضحو ما تقتلها. لا اللي حملات مع شي واحد غينوض يقتلها. لا دابا الدراري بثلاثة تحت يدينا وعبد العالي عندنا في الحراسة النظرية، نعاودو معهم لونكات من الأول. المهم التحليل النووي الأدين غتبين كل شيء. سيروا لخدمتكم. اختي رمزي هلا خصنا نعاودو من داو جديد حيت الو احتراماتي سيد الوكيل حتى انا توصلت به لا هذاك الرابع بناي لا دان هي لابيست اللي بغينا نتبعو واخ شكرا سيدي سيد الوكيل قالك خصنا نعجلو كل دغيا ونمشيو نشوفو القرية عرفتي قريت واحد الوصفة في الانترنت حسن من داكشي اللي عطاك الطبيب ديال اش؟ الزيت البلدية والثومة خلل بيهم شعرك وخليهم ساعة وغسلو الثومة وريحة الثومة اش غندير فيها؟ خليك لا 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 خليني انا ندير غير طريقتي شي طريقة واحدة اللي جربت عاوتاني ديك الطاقية راه هذيك هي اللي مطيحة لك شعرك دابا ولفت نعس بها غير خليني كيف ما ولفتي تنعس بها ولفت نعس بلا بها حيدها واه زينب واه زينب وعلاش كتنطفي دابا بحال هكذا ودابا حنا كنربيو في هاد الزغبات وانت طيرتيهم شي خمسة زغبات طارو دابا والله إلا حرام عليك زينب اسمح لي ما كانش عليا نغوت عليك انا لله ها هي صافي صباح على خير زيد الشباب نبغي نخبركم باللي الامور بدات كتوضح وقبل ما تبان النتائج ديال التحاليل بغيت نعطيكم هذه الفرصه اللي عنده فيكم شي حاجه مخبيها ولا شي اعتراف بغى يقولوا هذا هو الوقت عاونونا وعاونوا راسكم والله الا اعترفتوا تلقائيا غتمتعوا بظروف تخفيف دا اللي عارف شي حاجه يقولها حميد بالي بغيت تقول شي حاجه لا ما عندي ما نقول واخا سيدي
دابا غادي تمشيو، ولكن بشرط حتى واحد فيكم ما يخوي المدينه، وحتى واحد فيكم ما يطفي التليفون ديالو، يمكننا نتصلوا بكم باي وقت. متفقين؟ تفضلوا. زيد اجي عبد العلي. ماشي انت سير. فين الشونتي خدام دابا؟ الشونتي ديال السكن الاقتصادي عند السي محجوب. كنعرفو. وكتنعس تما؟ كنباتو تما مع قريب مسلمو الدي والمولي. شنو كديرو؟ كنباتو تما. واخ الا بغيت كنلقاك تما. لا والله تتلقاني تما سيدي موجود. وليش كتحلف؟ مولف. واخ سير واخا سير. والله إلا عرفت شا غيديو. شاف واحد الموطور ديالي كان هنا. شنو بغيتي نديرو لك؟ باش غديرو لي شاف غندخل نديكلاري هاد الموطور ولات كنمشي للخدمة. سير دخل على الليم ديالك سول على المكتب ديال المفقودات. على الليم؟ دراري دويو مالكم ساكتين؟ قولوا شي حاجه. شفنا ما يتكاع. شوفوا تحديد لاديان اش غيقولوا. انا بعدا ما فهمتش قضيه لاديان. دابا اللي تصادف انها حملات منه غادي يكون بالنسبه للبوليس هو اللي قتلها. اللي قتل هو اللي كيتهرب من مسؤوليه الحمله، هكا كيشوف القضيه. اذا واضح تحديد لاديان غيبينوا شكون اللي حملها. حنا مالنا خايفين الدراري، ياك حتى واحد فينا ما مسؤول على هذا الحمل. عندك الصح، اصلا قد يكون هذاك اللي من الدوار ديال مولاي حمله وجي حنا بغات تلصقوا فينا. يا ربي يطلع فيه البلان يا ربي. سمح لي نسيت صورت. فين كنت حتى لهذا الوقت؟ كنت مع حميد وزكريا. مادام انك مرتبط بهم حتى لهذه الدرجه، علاش ضربتي عليا على هاد الزواج وجبتيني سجنتيني هنا ديك الساعه وبقيتي معاهم؟ زكريا لا سوسيتي تكنيكا وليتي كتخربق في لي زيكريتور، ولا سوسيتي اطلاق وليتي كتشير بلي كونط. ياك لاباس زكريا عندك شي مشكل؟ الا عندك شي مشكل عاود لي حنا بحال الخوت. سمح لي يا سيدي انا غادي نعاود نخدم. كما شفنا نضرس اليوم غيكون ان شاء الله حول القارات الخمس، ومن بين هاد القارات عندنا القارة الشمالية، وعندنا أمريكا الجنوبية، وعندنا القارة الأوروبية. القارة الآسيوية أستاذ. عفوا، كما كنشوفوا هنا كاين آسيا، وهنا أوروبا، وأخيرا إفريقيا. كظن واضح، شكون اللي عنده شي سؤال؟ ويق الله يكفي هاد الحالة، ما كانتش شي مشاكل؟ صافي خاصك تكون ناشط، تكون فرحان،
كنخدموا على هذا المشروع الى سهل ربي وتوفقنا فيه غتحل لك المشاكل ديالك وغادي تحسن الظروف ديالك. الانسان خصو يكون متفائل ان شاء الله. ها مابقاش في هذه الوضعيه هذه. يلا الله يعاونك. سيد العميد شكرا. أجيو عندي نتا ومقلاع غير ضايع. زيد زيد هذا التقرير عاد جا من المختبر يلا دين. عرفتوا شكون مول الحمل ديال الرحمن الخدامه؟ شنو عطانا التقرير؟ اش كتقولوا شكون؟ انا كنقول المهندس توفيق. وعلاش بالضبط توفيق؟ حيت التصرفات ديالو تبدلوا مباشره من ماتت رحمه. خلى صحابو يكلوا فطار وحده اخرى وتزوج وجاب المراه في نفس السيمانه. وانت اش كتقول؟ انا من الاول شك في الاستاذ. علاش الاستاذ؟ حيت الاستاذ هو اللي عنده الوقت بزاف. هو اللي كيدوز الوقت بزاف في الدار. الحمد لله ما قد لعبش في الترسي. صاحب دعوتنا عبد العالي بناي والدوار ديالهم هو فيناش عليه. خاطر سيدي العالي ولد الحسن العالي ولد الحسن راه طويل وشهب و المهم ايوه واعر. شكرا لك ناس شكرا بارك الله فيك. خايبات سي علي الله يعاون. سلام عيطوا لي الموطور الشيف. اه لقيناه وكا خصك تمشي معنا باش نعرف واش هذاك موتورك ولا لا. واش بصح هاد الهضره هادي؟ دابا شنو حنا كنتفلاو؟ واش البوليس كيلعب؟ قال لك لقينا الموتور راه لقيناه. انت واش باغي موتورك ولا لا؟ باغي وحيد عليه الحوايج ويلا. يلا يلا طلق راسك. حيد الكاسك. يلا هي الكاسك طاش. ها والله ما درت شي حاجه برا. يلا والله ما درت شي حاجه. قلتي الموتور ديالنا. ولكن والله ما درتش. عرفت ما درتي. والله الشاف ما قتلتها. والله ما انا. واش غتبقى تكذب عليا بحال هكذا؟ راه غادي نهبطك فين تكلاصه. والله ما انا. عاوتاني كتحلف. واش دابا هاد الوراق ديال المختبر كيكذبوا؟ هاهم فيهم كيكتبتوا باللي البنت كانت حامله منك. اه كنت معاها لا علاقه. ولكن والله ما قتلتها. فاش مشات معاك للواد؟ ديتيها صحه ولا ديتيها على خاطرها؟ والله ما ديتها معايا شي والو. واخا مي ماشي انت اللي قتلتيها، علاش فاش جينا عندك تخلعتي وما بغيتيش تجي معنا؟ عخفت. مناش خايف؟ مناش خفتي؟ خفت لا تقولوا هذا حمل رحمه وتصيفطوني فساد. لا لا هو انت ما غاتمشيش على الفساد، انت غاتمشي على القتيلة اللي قتلتي هذه البنت. غني والله ما قتلتها. واخا انت ما قتلتيهاش. الصحاب ثلاثة حتى واحد ما عندهم صلاحية يقتلها، حتى واحد ما حاملة منه. اسمع اسمع.
اسمع مني واحد النصيحه ولدي، راه الحقيقه غادي نعرفوها، غادي نعرفوها. الا ما عرفناها اليوم غنعرفوها غدا. حنا راه هنا باش نعاونوك، حسن انت تعترف باش تخفف على الاقل على راسك. انا ملي خلاتني راه حسيت بالحقره، زدت في حالتي خنيفة. اها، بقيت خدام في واحد الشانطي شهر تما، راه كاين البوانتاج، كاين باش تخلص، كاين كلشي. قتيله والله ما قتلتها. واش غتعصبنا غنباتو هنا؟ حسن، حسن، نعم سيدي. ديه ديه، والله ما قتلتها. ها هو عاوتاني كيحلف. سير تكلاصة، سير. اسمع اسمع، غادي تحاولي تمشي ليا للخنفرة، غتشوفوا هاد الكلام كاع اللي قال، وتأكدوا ليا من هذاك التاريخ واش كان خدام فعلا ولا لا. وحاجة أخرى، هادشي ديال الأدين والتحاليل نبغيها ما تخرجش من هذا المكتب، حتى واحد ما يعرفها في هذوك الدراري، حتى نتأكدوا من الكلام اللي قال. أنا كيبان لي حتى واحد في الدراري ما عنده دافع باش يقتل، خصوصا حتى واحد فيهم ما حملها. واخ، ولكن إلا كان ماشي هو اللي قتل، شكون اللي غيكون في نظركم؟ ناسي ناس، ناسي ناس، ما يغيخ هذا سير الزمن، هذا سير الزمن. ولاو غيوفي، ولاو غيوفي، ولاو غيوفي، لا غاس يجي ولا بيتمون. ناسي ناس، ناسي ناس، ما يغيخ ما يغيب. عسى وين الزمن، عسى وين الزمن، ورد يصلق الو. وي خويا، ما شكيت عليك عيان شويه، سخانه وراسي كيضرني بزاف. امدرا لقيتو شي حاجه؟ كلشي عندنا مضبوط في الشونتي، كيخدم السويع ديالو، عطاونا لائحه حتى بالسويع اللي كيزيد. ايوا السيد ما كانش كيكذب، قال الوثائق كتبين باللي كان خدام لوقيته اللي مات رحمه. اذا كان هو بريء، هذا رحمه شكون اللي قتلها؟ وحنا من غيره ومن غير صحاب ثلاثه ما عندنا حتى شي بيست واحده اخرى. حتى هاد الدراري اللي كانت خدامه عندهم علاش غادي يقتلوا؟ علاش ما عرفتش. بلات بلات، كتب لي واحد العمليه غنديروها على الله، ياك هما بثلاثه باقيين كيتسناو النتائج ديال التحاليل. انا تقريبا متاكد باللي رحمه كانت عندها علاقه مع واحد فيهم، والتجربه اللي عندي غير يكونوا حدايا غنعرف شكون هو فيهم. باش نجيبهم؟ جيبهم. صافي اخويا، رانا الله يرحم والديك. شكرا. لا صاحبي، تما مالكم هاد التعطيل؟ حنا يلاه وصلنا صاحبي، مالنا على هاد الخوف؟ شوف، مادام عيطونا الا القضية حامضة. دراري غير بردوا شوية والله نتوكلوا على الله. السلام عليكم. التقرير ديال المختبر وصلنا، ولدينا بينات شكون مول الحمل ديال رحمة، ولكن نفضل ما نقول لكمش دابا، نبغيكم نتوما نشوف شكون فيكم هذا اللي عنده الجرأه والشجاعه ويقول انا اللي كانت عندي علاقه مع رحمه. شكون؟ جا واحد. واخ، انا غنقول لكم شكون هو. لدينا بينات باللي رحمة كانت حاملة مع توفيق المهندس
لا سونس ما كتكذبش، لا ديان هادي التحليل كيبينو انها انت مول الفعله. لا تكلم السي توفيق، راه بغينا نسمعوا صوتك. بصح كانت عندي معها علاقه، بالحمله طلبت منها باش طيحوا، بعد ملي قلت لها طيحوا ما بغاتش بدات كتهددني باش ديكلاري بيا عند البوليس. ايوا ملي هددتك انت قتلتيها ولحتيها في الواد؟ ما كنتش ناوي نقتلها كاع، غير جريتها وطاحت على الحيط، اكيد الدم كيخرج مبغاش يحبس. خفنا نديوها للسبيطار ونتفضحوا. خفنا؟ هادو كانوا معاك؟ واخ انا كنسمع، احكي لنا بالتفصيل. واحد الليله مع العشاء كنا جالسين، من بعد يتوقف علينا. مالك رحمه؟ انا حامله. رحمه اش وقع؟ باش نقدر نعاونك، شكون هاد الفعله؟ انت انا الله تنصلك نوريك. ما تضربليش، ما تخليش باش حسدك عليا بزاف عليك. والله انا قلت لك كل خالي قالت عليك كل خو انت حيوان تقبلك اسمك بارك الاسلام. رحمه ما تقلبي عليا، حياتي كامله ما كنقابش المهندس، ماشي باش نقول لك راجلك. سمعتي كل خالي ما تخلي في الكلام كل خو انت تدني غنلقاو لك الحل. شنو هو باغي تحرم ولا شنو؟ غنمشي للكوميساريا نقول لك كلشي. انت عبيتك بس الحل هادشي ديالك. بلاتي بغيت نسولك، علاش اختاريتيني انا؟ علاش اختاريتيني نضرب زيد؟ علاش غنختارك؟ انت هو مولاتي اللي فكرتي. شنو تقول؟ فتح يديك صاحبي واش درتي؟ فاش درتي؟ هي اللي كترط. اش درتي يا توفيق؟ ما كتنفسش الدراري، واقيلا ماتت. مشينا فيها هذا، واش خرج لك العقل ولا مالك؟ انت السبب في هادشي كامل اللي طحتينا فيه. تصنتوا لي غادي نعيطوا للامبيونس وغادي نقول لهم ضربت راسها مع الحيط وطاحت وسالينا هاد الفيلم. كل واحد فيكم يتحمل مسؤوليته. اش بغيت تقصد بكل واحد فينا يتحمل مسؤوليته؟ ترجع معنا اللي عطى الله عطاه. اش غنديروا؟ واش غنعيطوا للبوليس؟ اش من البوليس؟ واش انت مريض؟ الا مشينا تعيطنا للبوليس غادي نمشيو فيها، مستقبلنا بثلاثه غادي يمشي. دراري بردو انا طوال، شنو غنديروا الا ما مشيناش للبوليس؟ مشينا فيها ترجع بركه. عندي فكره. بينا دابا صاحبي عندك تبعد قربنا اخويا حامد. واه صاحبي قربنا قربنا. واه خويا قربنا. تقدر تسكتوني بجوج؟ ها تقدر تهناوني؟
نسالوا الثلاثة الزبط. كلكم شاركتوا في القتل ديال الرحمة، واخا حتى واحد فيكم ما حملها. هذين بينات باللي رحمة كانت حاملة مع عبد العالي ولد الدوار ديالهم. ارتكبتوا جريمة قتل وغير هكاك ضيعتوا راسكم وخرجتوا لحياتكم فابور. ملي ما كنتوش ناويين تقتلوها وطرا اللي طرا، علاش ما اتصلتوش بالبوليس؟ واش بانت لكم غير ترموها في الواد؟ مع الاسف لحظة خوف وطيش ضيعتوا حياتكم والمستقبل ديالكم. العذر كبر من الزلة. التحاليل ديالك مزيانة سيدي، ما فيها حتى شي حاجة، وكيف ما قلت المرة الفايتة غادي يكون عندك العامل الوراثي. واخا وشنو الحل؟ كاين واحد الحل زوين بزاف، عمليه زرع الشعر. واخا اذا كان ضروريا نديروها. هي اللي كاينه ما فيهاش تعب، وشعر كيطلع في مده قصيره كيف ما كان تقريبا. كيفاش تقريبا؟ شو الشعر ديال الخلق عمره ما كيرجع، ولكن النتيجه غادي تعجبك. انت غادي خصك تقريبا واحد 10000 زغبه. وبشحال؟ 10 دراهم الزغبة. يعني إلا درنا الواجهة بدينا بها غادي تكلفك العملية 30000 درهم. 30000 درهم وغير الواجهة وتقريبا. شو كاين حل آخر ما غاديش يكلفك نهائيا ويمكن يكون حل المشكل ديالك؟ شنو؟ بلاتي شنو بالك؟ شنو قررتي؟ لا بلاش، خليني اصلح، غادي نشبه لجدي وصافي. شكرا. اجي وهي جرب بعدها.